يا رب يديم الأيام الجميلة على الأهلي لأنه يستحق هذا وأكثر. وزي ما احنا قلنا عظمة الأهلي هي مصدر الإلهام، عظمته في تاريخه، في مبادئه، في قيمه، في مواقفه، في مكانته، في ريادته، في رموزه، في ترفعه، في شموخه. في ترفعه. أمال إيه؟ في شموخه، في إدراكه الحقيقي لمعنى الرياضة وحرصه على غرس هذه القيم الرياضية، إنك أنت مش مهم إنك تكسب بقدر ما مهم إنك تسلك السلوك القويم وتطبق كل المعايير بتاعة الشعارات الأولمبية، وهو ما يجسده الأهلي في كل تصرفاته وموقفه. عشان كده الأهلي دايما وأبدا بينتصر لمبادئه وبمبادئه. يعني لما بينتصر في أي حدث رياضي أو في أي منافسة رياضية، القوة الحقيقية الوقود بتاع انتصار الأهلي بتبقى ثوابت هذا النادي، قيم وتقاليد ومبادئ هذا النادي، درجة تمسكه بيها، درجة حرصه عليها، درجة تحكمها فيه. إزاي تقدر تتصرف دايما وأبدا من منظور قيمك؟ إزاي تقدر دايما وأبدا تكون البطل في ضبط النفس؟ إزاي دايما وأبدا تكون أنت البطل في الانتصار للرياضة والانتصار بالرياضة؟ لأنك مش هتنتصر بالانتصار الحقيقي إلا بقيم الرياضة، ومش هتنتصر أبدا في مجال رياضي إلا لما تكون أنت بطل وتستحق. منذ لحظات قليلة انتهت حفلة الشركة الراعية، شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية، لتكريم الأهلي بطل الدوري، بطل الدوري بتاع السنة اللي فاتت وكل سنة إن شاء الله، الدرع 41 اللي تسلمه الأهلي منذ قليل. يمكن دي لقطات ثابتة من حفل التكريم اللي نظمته الشركة الراعية ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أستاذ عمرو الجنايني مع الكابتن محمود الخطيب. كانت احتفالية فيها كتير من المعاني والدلائل يا باشمهندس. أول معنى وهو اللي كان حريص الكابتن الخطيب يؤكد عليه هو نفس الكلام. وهو أيضا ما أكد عليه أو ما أكدت عليه كلمة الأستاذ عمرو الجنايني. سمعت أجزاء قبل ما أجي. وأنا قبل ما أجي على هنا. إن الأهلي المعنى والعظمة والقيم والتقاليد والريادة، كل الكلام ده كان محور الكلمات اليوم. لم يكن فقط الاحتفال بأن الأهلي كسب بطولة، يعني لأن ده أمر متكرر بالنسبة للأهلي وما هوش يعني لا يجسد وحده قيمة النادي الأهلي. النادي الأهلي يا أستاذ إبراهيم فكرة. طب أنا عايز أقف عند المجري بقى. ربنا يديله الصحة يا رب. لأنه كلام كتير اتقال اليومين اللي فاتوا، الأهلي مهمل الكابتن مصطفى عبده، الأهلي ما بيسألش على الكابتن مصطفى عبده، الكابتن مصطفى عبده عيان، وكلام كتير قوي أنتوا سمعتوه يمس وفاء النادي الأهلي. ولما يتقال كان مقصود به الكابتن محمود الخطيب اللي هو الصديق الصدوق وصاحب المشوار المشترك الكبير، توأمه في الملاعب. كابتن مصطفى عبده يرفعها، الكابتن محمود الخطيب يحطها. يعني اتنين صنعوا نجوميه كبيره جدا للكره الاهلاويه وعملوا انتصارات وانجازات للكره المصريه تفوق الحصر. بس لما هذه العلاقه تمس بهذه الاساءات وهذه الشائعات، يجي الرد من الملعب برضه. كابتن مصطفى عبده متعه الله بالصحه والسعاده دايما ان شاء الله، موجود في الحفل، حريص على تكريم اللعيبه، حريص على شكر كل من ساهم في انجاز النادي الاهلي، وحريص انه يكون مع الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب يكون مع المجد. احيانا بتيجي مواقف ومناسبات ترد على كل الكلام ابلغ رد، يعني لقطه غير مدبره وغير مقصوده، ولقطه فرحان بيها اخونا عصام شلتوت. طبعا في حميميه. لقطه دافيه جدا. الكابتن الخطيب حتى وهو النادي الاهلي وهو يعني بيحتفل بهذه البطوله في معنى كبير قوي كان من خلال توجيه الدعوات لكل من ساهم وشارك. أيوة. سواء بقي في النادي او غادر النادي. ووجهت الدعوه حتى لسارتي، راحت له الدعوه، هو عبد الراجل اعتذر يعني لبعد المسافه. ادعى لسارتي وادعى كارتيرون وادعى كل بالي سليف كوليبالي.
كل الناس اللي ساهمت في هذا الدوري تم دعوتها. وده يعني هو ده هو ده المقصود من الرياضة، ان احنا مش بنستأثر باللقطة لوحدينا. ولذلك لما جانا كان هناك في كده مرحلة بدأت تظهر كلمة الأنا، عملنا وسوينا وبتاع، يعني احتكار اللقطة واللحظة ده غير موجود في النادي الأهلي، إنما دايما الفضل يرجع إلى أصحابه ولكل من ساهم في هذا الإنجاز يعني. وده حق الناس، دي مش نوع من يعني البقشاشة عليهم يعني. هو ده هو ده، احنا بنلعب رياضة عشان كلنا يعني ندين لبعض بالفضل. العمل الجماعي أستاذ إبراهيم هو سر النجاح. صحيح. محدش بينجح لوحده، محدش بيجي لوحده كده في غفلة من التاريخ يسرق لقطة ويقول لك أنا اللي عملت. ودي كانت حتى بتبان في إدارة النادي، في جوه مجلس الإدارة. أيوه. محدش يعني أنت بتتكلم وأنا بتكلم وأنا بقول اقتراح وعجب الناس وصوتوا. ما يذكرش بناء على اقتراح عدلي القيع وإبراهيم النيسي. وما يذكرش مين اللي وقف مع القرار ومين اللي ضده. أيوة. إنما يذكر أنه قد تم اعتماد القرار وأصبح قرارا يدافع عنه الجميع. هو ده كل دي دروس وبتقول لك الإدارة السليمة تمشي إزاي والصادقة. الصدق هو عنوان النادي الأهلي اللي على مدى الأيام الماضية واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها كان في حرص على الضرب في مصداقية الأهلي، الضرب في إن النادي الأهلي بتاع القيام، ويدولك أمثلة لا تتوافق. ومن حرصهم على إن يجي يقول لك إيه، ما هو فلان الفلاني هرب واتهموه بالخيانة ودلوقتي بيكرروا وبيعملوا، ويدولك أمثلة حتى عشان يدللوا على الكلام، يقوموا يغلطوا في اللوائح والقوانين، لوائح الدولية، لحد ما يتم التلقين في الميكروفونات ويصلحوا، يقول لك لا ده انت متاكد من المعلومه دي، فالتاني يقول له يقول له لا اصل يعني على الهوا. انا مش عايز، ما احنا اتفقنا ان احنا ايه يعني نبعد عن القصه دي شويه. وهتيجي لحظه هكلم برضو، دايما في لحظه توهج الاهلي لازم اكلم ولادنا. ايوه هتسمح لي ولا عايز تخش في طبعا. وانا بقول ولادنا بتكلم ولادنا ابناء هذا الجيل اللي يعني عنده ميزات لم تكن متاحه لاحد قبل الان، وهي التعبير عن رايه على الملأ دون حسيب او رقيب، ويشعر بالتفاعل في اللحظه من خلال السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. في بعض المصطلحات بتتعمل بحسن نية، أنا بأربأ أن يكون النادي الأهلي يعني يقع في هذا الفخ ولادنا ويروجوا له. أولا بداية، جماهير الأهلي عشرات الملايين، والإحصاءات دايما بتقول أن هم بيتجاوزوا من 60 إلى 70% من الشعب، مش من عشاق الكرة. أي عشاق الكرة بيزيد عن كده. طيب، لا أحد حصل على توكيل من عشرات الملايين عشان يقول لك الجمهور يقبل ولا يقبل. بالظبط. ولا غلط؟ صحيح. يبقى رأي الفرد. ولا أحد يملك على مصادرة الحق أن يصادر على متخذ القرار أن يقول له لا أصل الأهلي ما عملش كده. ده رأيك. أيوه. بس أنت ما تعرفش الأهلي الكواليس فيها إيه. حتى لو الأهلي ناوي ياخد هذا الراي، مش من حقك ان انت اللي تقول الاهلي ما عملش كده. محدش يملك لوحده الكلام باسم عشرات الملايين. لم يوكلوا احد، لا وكلوني ولا وكلوا حضرتك، احنا بنتكلم وبننسب الاراء لانفسنا. ولما نيجي عند سياسه النادي الاهلي لا نصادر على حق المجلس ابدا، ولا نقول المفروض المجلس يعمل كذا. بتقول هذا ما نفهمه. او بنبعد. هذا امر يخص المجلس. فتبص تلاقي الولاد بينظروا على بعض وعلى النادي الاهلي في السكه. لما بنرفع شعارات تخصنا بنرفعها عشان نتعلم احنا منها، عشان يعني ناخدها نبراس لينا
في علاقتنا بنادينا الأهلي فوق الجميع، جميعنا. ايوه وشرحنا دي ألف مرة، مش فوق الآخرين. لو خرجت للسوق وصدرت المشهد في السوشيال ميديا عشان يساء استخدامها، والأهلي فوق الجميع، هو مش فوق أحد، هو مش فوق أحد خارج النادي الأهلي بالظبط خالص. الأهلي فوق مصلحة أبنائه، وهذا تعالي، والأهلي يؤكد على قيم التواضع. ايوه واحترام الآخرين، واحترام الآخرين طبعا. فما تاخدوش الأمر من سياقه، لأن ده بيأذي النادي الأهلي. مفيش حاجة اسمها جمهورية الأهلي، شعب الأهلي، ولا شعب أي نادي، ولا جمهورية أي نادي، ولا في شعب إسماعيلي، ولا في شعب مصري، ولا في جمهور المصري وجمهور الإسماعيلي وجمهور الأهلي وجمهور الزمالك وجمهور الاتحاد و و و و لكن مفيش شعوب لهذه الأندية. في جماهير، مصر وطن واحد، في شعب واحد، وطن واحد لشعب واحد اسمه مصر، وشعب واحد كلنا خلايا فيه بقدر حجمنا. على فكرة ده كلام مهم جدا، لأن الناس حتى بتستسهل. شعب الإسماعيلية، شعب بورسعيد، شعب الزمالك، شعب الأهلي، ده كلام ما يصحش. ما فيش حاجة اسمها شعب الأهلي، أنا هتكلم عن الأهلي، عن الأهلي. ما فيش حاجة اسمها، إنما في جمهور الأهلي. ما فيش حاجة اسمها جمهورية الأهلي، ما فيش حاجة اسمها جمهورية الأهلي. هذا كلام حتى لو بيتقال من باب التحفيل والكلام ده، كلام غير مسؤول. صحيح. مفيش حاجة اسمها الأهلي فوق الجميع، في حاجة اسمها مصر فوق الجميع لما ناخد المشهد خارج النادي الأهلي. ولكن في الأهلي، الأهلي فوق الجميع. جوه الأهلي، الأهلي فوق الجميع. إنه مصلحة الأهلي فوق كل مصلحة لأي أي نادي. احنا حرين مع بعض. أيوه. فوقنا. اقول لك اختلف انا وانت، يبقى الاهلي الاول. ما تعملش كده، الاهلي فوق الجميع. اقول لك عندك حق. اه لما نيجي نخرج بره المشهد، لا، مصر فوق الجميع.